لا يمكن شي واحد. النتائج اللي كنشوفوها في الكره النتائج متقاربه، الفارق ديال التصور فاصله، ماشي كان فيه المشكل بالنسبه لنا حنا نختاروا شكون الاحسن والافضل، وان شاء الله كلنا افضل، ما كاينش واحد احسن من واحد، لان الفوز ديالنا ان شاء الله ماشي اليوم ماشي غدا ان شاء الله في الجهه ان شاء الله. كتفرضوا المسابقه نظرا سنختاروا الاول والثاني او الثالث كذلك، حنا حاولنا نختاروا صنف ذكور وصنف اناث، وحاولنا نختاروا كذلك صغار وكبار باش كلشي يكون ان شاء الله فائز. كذلك عندنا جوائز بالنسبه للتفريغ بالنسبه للاطفال اللي حاولوا انهم يقدموا الشهادات ديالهم، وان شاء الله يكون داكشي يواتيكم ويعجبكم ان شاء الله. اولا ما يجي واحد كذلك على مستوى الانترنت كانت مسابقه قارئ جمهور، قيمة المشاركات ما يفوق 100 مشاركه. كذلك الجمعية اختارت ان تقدم مسابقه اخرى اسمها مسابقه قارئ المغرب، ونختار بين المشاركين عبر الانترنت المشاركين يكونوا فائزين ذكر وانثى. على مستوى المسابقة ديالنا هنا غنعلنوا على النتائج، وغنبدا من الصغار الى الكبار. الصغار تا حنا كنديها فيهم تا غيهم الاولى. الفائز الاول صنف ذكور صغار، المركز الثالث وهاد قريطات. وهاد قريطات تفضل السي حموري. تفضل كاتب عام الجمعية لما كاتب عام والو. المركز الثاني شعيب كمال. المركز الأول زيد حداد. حلاوي. تفضل. إيمان منى المستشارة. المركز الثاني رحيم العطار، قسم في صغيرات. المركز الأول تويبة الحناوي. محمد خليل المركز الثالث. تفضل سي حسن رئيس لجنة الكيمياء المتابع المكافح معنا، اسمح لنا وصل. عبد الرحمن الطالبي في المركز الثاني في صنف ذكور. المركز الأول أسامة خليل. كوري مستشار الجمعية اللي بغا يشتغل. هند داود في المركز الثالث لصنف كبيرات. سكينة جواد في المركز الثاني صنف أو فئة كبيرات. قاسم صهراء خليل.
في مزار الخليل تفوز بالمرتبة الأولى في فئة كبيرة. لذلك اخترنا أن نكلم بعض صغار الحفاظ والقراء، بداية فاضل الزراء العرب. لذلك فاضل الزراء العرب 4 سنوات. جمعية نورس تكريم مجموعة من الداعمين لمسابقة جيل القرآن الصروخ. كذلك تكريم الأخ عبد الواحد القيسومي، يتفضل معنا. بن دحو خليل مشرف على كتاب القرآن القصر الكبير. اسماعيل توكا مدينة حسن مدينة تازة على مستوى الإناث، شيماء الجميلي مدينة الحسيمة، قارئ المغرب من اختيار لجنة التحكيم مدينة الدار البيضاء سلمى بو نعمان، على مستوى الذكور حمزة الصبار من الإمارات العربية المتحدة. أعيد، على مستوى قارئ الجمهور اختيار إسماعيل توكا من مدينة تازة، بالنسبة للإناث شيماء الجميلي مدينة الحسيمة. بالنسبة للقارئ المغرب ومختيار لجنة التحكيم سلمى بو نعمان مدينة الدار البيضاء، وحمزة الصبار مدينة شفشاون أو الإمارات العربية المتحدة. شكرا لكم، وكنتمنى نكونوا في المستوى ولقاؤنا إن شاء الله السنة المقبلة، وكونوا جميعا.